نصايح بقى كده تقدمها لكل عروسة، تقول لها كده 1 2 3 لازم تمشي عليه عشان تختاري فستان فرحك مظبوط. بصي، تختار فستان فرحك مظبوط، اهم نصيحة خدي الفستان اللي يليق عليكي مش اللي يعجبك على عروسة تانية. دايما العروسة تخش الفستان ده عاجبني، لا هو مش بالفستان ده عاجبني، هو الفستان ده هيليق عليكي او لا. فاهم نصيحة انك انت تخشي تلبسي تشوفي الموديل ده عليكي حلو او لا حلو، تشوفي الاضاءة بتاعت الفستان، يعني الاستراس اللي عليه الالماس او الاستراس اللي عليه او الجبر عليه حلو، يعني تشوفي ايه اللي يليق على لون بشرتك، اللي يليق على وشك. في عروسة بتبقى مثلا قمحوية بتبقى محتاجة مثلا ايه لايت شوية للفستان، في عروسة تانية هي اصلا بيضة تمام محتاجة جبير اكتر، فشوفي اللي يليق عليكي، ملكيش دعوه بالفستان اللي هو على مثلا عروسه تانية عجبك، لان هو ممكن ما يمشيش معاكي، فانت اختاري اللي يليق عليكي وعلى ستايل جسمك، تايبست، مرميد، باربي، اللي انت عايزاه حسب جسمك. اي دفوهات في الجسم يداريها، في فساتين معينه داري دفوهات، يبقى ده اللي بتاعك. طيب نقدر نقول ازاي الديزاين ممكن يتدخل في اختيار الميك اب او لفه الطرحه او شكل الشعر في يوم الفرح مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، حته الديزاين يتدخل ازاي، احنا بنخلص فستاننا تمام، وبعد ما بنخلص فستاننا خالص بنبتدي يعني زي ما بيقولوا ايه، ده المين، ده البدله الاساسيه تمام، بعد كده الزراير، الطرحه بقى ولفه الطرحه دي احنا بنشتغلها بعد ما نخلص المين الاساسي اللي هي الفستان الاساسي، بعد كده نبتدي نشوف هنلف طرحتنا ازاي على الفستان. ممكن فستان لمحجبه فيبقى النيك بتاعه او الكول بتاعته عاليه، فبيبقى عايزينها بلفه معينه سبانيش، في كذا طريقه للسبانيش. خلصنا فستاننا، خلصنا كل حاجه، نبتدي نتدخل في الجزء الثاني اللي هو ايه، لفه الطرحه، الميك اب عامل ازاي. لازم باكج مع بعضيها، ده افضل للعروسه. طبعا بيحصل ان بيجي لنا عروسه عايزه الفستان، بعد كده بتروح للميك اب ارتست بره، بتروح تشوف حد يعمل لها الميك اب، مش معانا برضو، بس يعني لو في ماتشنج ما بيننا وبين بعضنا بيبقى اظرف، يعني بيبقى الطف يعني للعروسه يعني.